السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تكملة للدروس السابقة نفتح الدرس ونكمل لدرسنا السابق. هنا سوف نضع عادة ما نفتح بعض البرامج نجد أنها موجودة ملف وتحرير وبعض مثل ما هي موجودة، مثل هنا مثلا في إديسيون سيرج، يعني هذه سوف نضعها بمكون في الدلفي. الدلفي اسم المكون هو من ميني. سوف نضع هذا المكون ونقوم به بعملية نتعرف كيف يقوم بذلك. من مني هذا المكون؟ هذا هو المكون، هذا هو المكون. كيف نستعمل أو نقوم بعملية من مني؟ نضغط عليه مرتين أو نذهب إلى هنا إتامس، نضغط عليه تأتي لافوناتر هذه، أو نضغط عليه مرتين تأتي لافوناتر هنا. نكتب هنا في كابسيو لهذه مثل ما هي موضحة بالعلامة الزرقاء هنا. نذهب إلى كابسيو ونكتب، نكتب أي كتابة أو أي كلمات التي أريد أن أستعملها في برنامجي. أنا مثلا أريد أن أكتب مثلا ملف، أول شيء أقول له أنتري، هي لقد أتت ملف. سوف أضغط هنا كذلك وأقول له مثلا تحرير، هكذا مثلا هنا أقول له بحث، هنا أقول له مثلا طباعة، طباعة، وهنا أقول له مثلا تعليمات حول البرنامج أو مثلا أي شيء. هنا لقد استعملت كما ترون، هاني لقد استعملت المصطلحات أو المرادفات التي نستعملها في عناوين كما ترون في عناوين الشاشة الكبيرة. هنا كما ترون سوف أنفذ البرنامج وترون كيف تأتي هذه. هنا لقد استعملنا كلمة مرور، سوف أستعمل مباشرة لتفادي كلمة مرور. نستعمل أنها تأتي مثل ما تعلمنا سابقا. أذهب إلى بروجيكت هكذا، لو أوبسيون، نعطي لا فورم. هنا سوف أعطيه الأولى هكذا لكي نتجنب كلمة مرور فقط، وبعدها سوف نستعملها هكذا عدة تنفيذ. سوف تأتي مباشرة لافوناتر الأولى. خروج، لقد استعملت الأمر أبليكاسيو تيرمينات، يعني يخرج من جميع التطبيق. هنا لقد استعملنا هكذا عند التنفيذ. أول شيء نرى أن الكلمات أو المصطلحات جاءت من اليسار، سوف أستعملها من اليمين، لذلك تركت الفورم. عندما أعطي لفورم أقلق هذا، عندما أستعمل الفورم عندما أضغط عليها وأعطيها الخاصية تلك سوف تتغير مع هذه الخاصية. سوف أريكم خاصية جديدة في هذه. أذهب إلى بودي مود، هنا بودي مود أعطيها رايت تو ليفت هكذا، كما ترون أنها تغيرت من اليمين إلى اليسار. ها هو تغير عنوان الشاشة. عندما ننفذ البرنامج نرى أن كذلك هذه تغيرت من اليمين إلى اليسار. هناك من يريد أن تبقى مثلا من اليسار أو كذا، لماذا تغيرت مع النافذة؟ هنا في هذه الخاصية نقول له خروج. في هذه الخاصية من ميني توجد هنا خاصية أغن بيدي مود، هذه أخذت ترو، سوف أعطيها فولس. هنا سوف أعطيها فولس، يعني تكون مستقلة عن النافذة الرئيسية. هنا تكون مستقلة عن النافذة الرئيسية. وعندما أعطيها رايت تو ليفت تأتي من اليمين، وإذا أعطيتها مثلا أعطيها إلى اليسار سوف أرجع إلى هنا، لا تتبع النافذة الرئيسية، لا تتبع النافذة الرئيسية. سوف أنفذ ونرى كيف تكون. ها هي من اليسار، القوائم جاءت من اليسار والنافذة الرئيسية أتت من اليمين. هذه الخاصية تأتي في كثير مع المكونات
وهي تكون تابعة ليس تبقى في فيديو مود وإنما في الكولور في أي شيء. هنا الخاصية مهمة، يعني إذا أردنا أن المكون لا يتبع الفورم نحذفها نجعلها فورس، هنا نعطيها فورس، سوف أجعلها من اليمين اليسار تكون تابعة للنافذة. هكذا لقد جاءت كما ترون من اليمين إلى اليسار. الخاصية هنا لدينا كما نرى ملف تأتي معه هذه VWX، سوف نحذف، لا يريد هناك من لا يريد هذه الأحرف سوف نحذفها. الحذف عندما نضغط عليها على من ميني نذهب إلى الخاصية Auto Hot Case. Hot Case هذه الخاصية الأولى، أعطيها أوتوماتيك يعني أعطيها مانيال. هنا سوف أعطيها مانيال، هذه الخاصية تحذف تلك الأحرف. ها هي لقد ذهبت تلك الأحرف هكذا. هنا لم أفعل أي شيء، سوف أعطيهم كل عنصر سوف أعطيه قائمة التي يحتوي. عندما نضغط عليه مرتين هكذا سوف أعطي مثلا الملف، سوف أعطيه مثلا في الكابسيون هنا أكتب مثلا جديد، هاي قد أتت جديد. سوف أضغط على الثانية أقول له مثلا فتح، ما بين فتح وجديد هي جديد فتح، سوف أضع هنا القائمة التي بعدها سوف أضع إشارة ناقص، هنا سوف أضع إشارة ناقص في الكبسي وأقول له أنتري. سوف ترون هذا الخط الذي أتى بإشارة ناقص. سوف أعطيه مثلا هنا بعد جديد فتح سوف أعطيه مثلا حفظ، وأعطيه مثلا هنا إغلاق. هناك مثال فقط، سوف نعطيه مثال صغير فقط هكذا إغلاق، وأعطيه كذلك إشارة ناقص يضع خط هكذا، ومن الأخير سوف أعطيه مثلا إنهاء البرنامج نهائيا إنهاء. هكذا لقد يقوم بعمل إنهاء. مثلا في التحرير سوف أعطيه نسخ، لصق ونسخ، وهنا أعطيه نسق، وهنا أعطيه قص. هذا المثال الثالث. هنا بحث سوف أعطيه مثلا بحث مثلا بحث كلمة أو بحث بالحرف، سوف أقول له عملية بحث الطباعة، سوف أعطيه عملية طباعة وتعليمات مثلا أعطيه مثلا حول تعليمات حول البرنامج هكذا. نأخذ كمثال هكذا ننفذ البرنامج ونرى كيف هي تأتي. ها هي القائمة الملف، وتأتي التحرير، وتأتي البحث طباعة والتعليمات. هذه أول خطوة التي نقوم بها. هناك خطوة لقد تعرفنا عليها سابقا التي أننا مثلا عندما نضع مثلا جديد الحرف الأول مثل ما لاحظنا في الليبوتو، الحرف الأول يكون تحته خط. مثلا إذا وضعت جديد يعني أضع حرف الجيم سوف تنفذ العملية التي أعطي أو الكود الذي أعطيته له. هنا في عملية كلمة الجديد أضع ذلك الرمز الذي تعلمناه سابقا، هذا الرمز كما ترون، هذا الرمز و أو باللاتينية AND، وأكتب جديد. سوف تأتي خط تحت الجديد، سوف تأتي خط تحت الجديد، ها هو كما ترون، ها هو لقد أتى خط تحت الجديد. عندما أضغط على الحرف الجيم سوف ينفذ الأمر. مثلا إذا ضغطت على الجيم سوف يفتح مثلا جديد ملف جديد، مثلا هنا في ملف معنى جديد يفتح ملف جديد بالأمر الذي أعطيته له، يعني بواسطة الحرف فقط وهو اختصار لكلمة جديد. هذه تستطيع أن تستعملها لجميع الأوامر، هنا تستطيع أن تستعملها لجميع الأوامر. إن شاء الله أنكم فهمتم على الأقل وضع هذه العناصر
على مال ميني وعلى لافورم كما تطبقه على لافورم. وفي الدرس القادم إن شاء الله سوف نضع بعض الأيقونات التي تدل، وهي صور صغيرة تدل على كل أمر، مثل ما جعلناه في البوتوم. هذا ما لدي أن أقدمه لكم في الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.